ينضم إلينا من رام الله فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين. أهلا بك في هذه التغطية سيد فادي. يعني بموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن يعني الدولة التي ليس لديها قادم من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها في ظل الظروف الراهنة. ماذا تقول القواعد والإجراءات؟ عمليا الأصل العام كما تحدثت عزيزي، الأصل أن يكون هناك قاضي يمثل الجهة المدعية والجهة المدعى عليها يتم تعيينه، ولكن يعني في الحالة القائمة والموجودة بين أيدينا المحكمة تملك في إطار يعني ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تتخذ إجراءات في سياق السير في الإجراءات فيما لو امتنعت أحد الأطراف عن المثول أمام المحكمة. وهذا الأمر يعني عمليا يستمد في هذا الواقع وهذه الدعوة الموجودة من منطق ومن أساس أن كلتا الجهات المتداعية سواء جنوب أفريقيا كجهة مدعية أو دولة الاحتلال كجهة مدعى عليها هي طرف من أطراف هذه الاتفاقية، وبالتالي هذا لا يعيق السير في هذه الإجراءات. ولكن يعني بعض المواقف وبعض الدول التي قد تتخذ موقفا لعدم الانسجام والاتصال وإرسال من يمثلها أمام هذه المحكمة هو يعني لإظهار معارضتها سلفا لأي مخرج من المخرجات القضائية التي قد تصدر عن هذه المحكمة. إذن يعني ليس من المؤكد أن تعين إسرائيل بديلا لباراك يعني في ظل هذه الأوقات، وإن بالفعل لم تقدم إسرائيل على أو حكومة بنيامين نتنياهو على تعيين بديل، ما الذي سيحدث؟ يعني لا أحد يعلم فيما إذا كانت ستعين بديلا له أم لا، وما هي الأسباب الحقيقية لهذا الاستنكاف، إلا أنه من المؤكد أنه في اللحظات التي أصدرت فيها محكمة العدل الدولية قراراتها سواء في يناير أو مارس أو قبل 10 أيام في سياق التدابير التي طلبتها محكمة طلبتها جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، أنه لقت هجوما حادا من قبل المستوى السياسي والرسمي الإسرائيلي في سياق يعني مهاجمة المحكمة وما صدر عنها من التدابير، وهذا يعني قد يكون مؤشر ومدعاة لعدم انخراط دولة الاحتلال في الإجراءات المستقبلية أمام محكمة العدل الدولية. ولكن هذا لا ينفي يعني وانسجاما مع أحكام القانون الدولي ومع احترام القرارات القضائية لا ينفي إلزامية تطبيق القرارات التي صدرت أو ستصدر مستقبلا في مواجهة دولة الاحتلال في سياق التدابير أو فيما سيصدر بنتيجة دعوة الإدانة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. إذن ماذا تعني هذه الاستقالة بالنسبة لك وبالنسبة لهذه القضية بشكل عام؟ يعني عمليا هي لا حاليا لا تؤثر شيء، باعتبار أن المحكمة أساسا كلفت دولة الاحتلال باعتبارها طرفا مدعى عليه من تقديم تقرير حول انسجامها لما صدر من تدابير احترازية في الأيام القليلة السابقة، وبالتالي هذا لا يسقط التكليف المترتب على دولة الاحتلال بهذا السياق ولا يسقط الصفة الإلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في سياق التدابير التي فرضت وأهمها وقف الأعمال العسكرية في رفح. يعني وإحنا عمليا سواء كانت ممثلة أو غير ممثلة للأسف التجربة تقول أن دولة الاحتلال ومدعومة من بعض القوى العظمى تتعامل بشكل تاريخي أنها تفوق القانون الدولي ومنحت هذه الصفة، ويعني الفيتو المستمر في مجلس الأمن في مواجهة الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عمليا مؤشر على هذه الحالة التي يعيشها العالم في هذا السياق. نعم، أنتقل إلى خبر آخر سيد فادي. يعني إعلان وزير الخارجية الإسباني بانضمام إسبانيا لجنوب إفريقيا في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، ماذا تعني وماذا تضيف إلى القضية؟ يعني عمليا هذا الانضمام المتتالي لعدد من الدول والمرشح أن يزيد يعني في المستقبل، لا سيما إذا ما قلنا أن يعني محكمة العدل الدولية في سياق هذه الدعوة أصدرت أول تدابير في يناير، ثم وبناء على طلب الجهة المدعية أصدرت تدابير إضافية في مارس تبعها التدابير الأخيرة في مايو الماضي،
كلها يعني ووجهت بصلف وعدم احترام وعدم التزام وعدم تطبيق، وإنما رد عليها بمزيد من الجرائم واستمرار أعمال الإبادة والقتل المتواصل بحق الشعب الأعزى. نعم. يعني هذا نتيجة طبيعية أن يكون هناك انضمام متتالي للدول التي يعني على الأقل ترى أن قواعد العدالة والإنصاف يجب أن تسود في هذا العالم، لا سيما يعني أن الشعب الفلسطيني ومن عقود ممتدة يعاني من ظلم تاريخي ولا بد من إنصاف، وبالتالي انحياز لهذه القيم والأخلاق هو بالنتيجة الطبيعية سيساهم في إشراك أو اشتراك العديد من دول وطلبها الانضمام لهذه الدعوة. نعم، من رام الله فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك.